بسم الله الرحمن الرحيم، مصداقا لقول الله جل جلاله رب العزة والجلالة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخواننا أخواتنا، اليوم معركتنا معركة ضد الفساد والمفسدين، ضد الريع والفساد، ضد من يريد أن يجر البلاد إلى مستنقع من الدماء أو إلى نهر من الدماء، وهذا كله لأنهم يعملون من أجل مصالحهم الشخصية. وكما كتعرفوا الخوت، أننا الحمد لله ما يزيد عن 6 أشهر ونحن نخرج في مسيرات سلمية حضارية، العالم بأسره شهد لعظمة وصمود وثبات أبناء الريف الشامخ الصامد المثابر المقدس. ناس كتخرج من أجل أن تدافع عن حقوقها التي يقرها القانون الوضعي والقانون السماوي. نطالب بجامعات، بمستشفيات، بمعامل وشركات، وإلغاء ظهير العسكرة الذي من شأنه أو بسببه تحاصر المنطقة وتعتبر منطقة عسكرية. ولهذا فبدل أن تجلس الدولة على مائدة الحوار، وبدل أن الدولة ما تخرج تحاور الشعب وتحاور المواطنين، إلا أننا نتفاجأ بتواجد جحافل الأجهزة القمعية بمختلف تلاوينها، من الجيش الحربي والدرك الحربي والقوات المساعدة ورجال الأمن وغيرها من الأجهزة القمعية. المعروف والمعلوم أن الدرك الحربي يتواجد في ميادين حيث تقام الحروب، مما يؤكد لنا أن الدولة بغت تشن علينا الحرب، الدولة بغت تقتل المواطنين العزال، بغت تقتل المواطنين اللي كيطالبوا بحقوقهم العادلة ومشروعة. الدولة تناقض نفسها، الدولة تحارب المواطنين، تبني جيوش لقتل المواطنين وشعوبها. هكذا هي الأنظمة العروبية، هكذا هي الأنظمة الاستبدادية. فبدل أن تجيش جيوشها للعدو الخارجي، تجيش جيوشها من أجل قتل المواطنين العزل. العالم يشهد ويشاهد بأم عينه كيف أن النظام المخزني يدفع بالجيش نحو مدينة الحسيمة الصامدة الثابتة المثابرة التي خرج أبناؤها، وكما خرج في باقي المدن المغربية الأخرى، يطالبون بأبسط الحقوق، بالعدالة الاجتماعية. ولكن الدولة بحكم أنها دولة عدمية تجرنا، تريد أن تجرنا إلى مستنقع الدماء